بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. درس النهاردة إن شاء الله تكملة المرجع الخاص بالسلكتور جيكويري ريفرنس سلكتورز بارت 2. هنتكلم عن خواص تانية في السلكتورز، وإزاي نختار العناصر بطريقة احترافية، وإزاي نعرف كل حاجة عن السلكتور عشان نطلع إبداعات أكتر في التصميم إن شاء الله. النهاردة عندنا 8 خواص هنتكلم عنهم، وهي الفيرست تشايلد واللاست تشايلد، وعندنا الفيرست اوف تايب واللاست اوف تايب، وعندنا الان تي اتش تشايلد والان تي اتش لاست تايب، وعندنا الان تي اتش اوف تايب والان تي اتش لاست اوف تايب. كل حاجه هنشوف عليها مثال وهنفهمها باذن الله، وارجو بس التركيز لانهم بدون تركيز هيطلعوا معقدين جدا. طيب النهارده انا نقلت السكريبت في الهيد بدل البودي تحت خالص، لان الدرس بيتكلم عن التشايلد والفيرست واللاست وهيعملوا لنا مشاكل تحت، لان الصفحه هتعتبر ان دول واحد من التشايلد اللي عندنا، فطلعتهم فوق بحيث ان هما ما ياثروش علينا جوه الصفحه. طيب قبل ما اتكلم عن فيرست تشايلد، عندنا في الفلتر حاجه اسمها فيرست، ولازم نعرف ايه الفرق بينها وبين الفيرست تشايلد. طيب انا كل حاجه هنا هكتب فيها معناها، وهكتب فيها حاجه بتعبر عنها، غير ان انا هكتب كومنت في الصفحه بحيث يبان كل واحده بتتكلم عن ايه. الباراجراف اللي قدامي ده هكتب this paragraph is the first child of body. الباراجراف اللي قدامي ده هو اول طفل في البودي زي ما اتفقنا. مع دي عندي div، حط div عادي جدا، واحط جواه باراجراف تاني وهكتب عليه this paragraph is the first child of div. الباراجراف اللي قدامي ده هو اول طفل في الديف، يعني أو اللي هو البيرنت، وهنا هكتب سكند وهنا هكتب ثيرد، وكفاية علينا لحد هنا. بس احط باراجراف تاني بعديه وابدا اشوف ايه الفرق بينه وبين الفيرست. بس هكتب هنا last child of body. كده عندي اول باراجراف ده هو اول طفل في البودي، والديف بعديه، والباراجراف التاني هو اخر طفل في البودي. اوكي اول حاجة هنعمل بادنج للباراجراف 10 بيكسل عشان بس الشكل يكون كويس بالشكل ده، وهنيجي في صفحة البلاجن اللي بنكتب فيها الكود بتاعنا، ونبدأ نعمل سيلكت على البي. الاول لما كنا بنكتب فيرست بس في الفلتر، ايه الفرق بينها وبين فيرست تشايلد؟ هنشوف حالا. دلوقتي زي ما انتم شايفين هكتب هعمل بوردر 5 بيكسل مثلا، لون احمر يكون بس ايه واضح جدا، ونبدا نشوف الفيرست هتعمل ايه. هنا شايفين الفيرست عملت ايه؟ جابت لي بوردر حوالين اول طفل في البودي. طيب ليه ما جابتليش بوردر كمان على اول طفل في الديف؟ مش هي فيرست معناها فيرست؟ ليه ما جابليش هنا كمان؟ فيرست بتجيب لي اول عنصر من بتجيب لي اول عنصر ليه اب بس، ما بتجيبش الباقي، بس اول عنصر ليه اب. عشان كده تلاحظوا من اسمها واضح اسمها فيرست، ما حددتش فيرست ايه. طيب ايه الفرق بينها وبين فيرست تشايلد؟ هنشوف حالا. فيرست تشايلد عكسها بقى، فيرست تشايلد بتجيب لي اول عنصر ليه اب ايا كان. الباراجراف ده ليه اب اللي هو البودي هتلونه لي، الباراجراف ده ليه اب اللي هو الديف برضه هتلونه لي. يعني هنشوف دلوقتي زي ما انتم شايفين، لون لي عمل لي بوردر للباراجراف اللي هو ليه اب اللي هو البودي، وعمل لي بوردر للباراجراف اللي هو ليه اب اللي هو الديف. يبقى فيرست تشايلد زي ما انتم شايفين بتجيب لي اول عنصر ليه اب، العنصر ده ليه اب تعمله لي، العنصر ده ليه اب بودي تعمله لي، وهكذا. دي بالنسبه للفيرست تشايلد. عكسها تماما طبعا اللي هي اللاست تشايلد، نفس الموضوع. لاست تشايلد زي ما انتم شايفين عكست الموضوع، جاب لي اخر عنصر ليه اب اللي هو ده، واخر عنصر في الديف ليه اب برضو اللي هو الديف برضو ده برضو لونتهولي. ده الفرق بين فيرست تشايلد ولاست تشايلد، ده مفيش اي فروق بينهم غير كده، ان هو بيجيب لي بس العنصر اللي هو ليه اب بس على طول في كل الصفحه، بعكس الفيرست واللاست. برضو عندنا حاجه في الفلتر اسمها لاست، بس بي لاست. شايفين لاست هيعمل ايه؟ هيجيب لي بس اخر عنصر في الصفحه ليه اب بس، مش هيدخل جوه. اخر عنصر هنا ليه اب فين؟ اللي هو ده. لكن ليه ما جابليش ده معاه مع انه ليه اب اهو؟ لانه بس بيجيب اول عنصر فقط، ملوش علاقه بالباقي.
ده الفرق بين last و last child، والفرق بين first و first child. طيب كده اتكلمنا عن first child و last child، هنتكلم بقى عن النوع. هندخل في حاجة معقدة شوية اللي هي النوع. النوع يا جماعة حاجة اسمها first of type. طيب الأول هنجيب first child زي ما كانت، آسف، هنكتب first dash child ونبدأ الأول. قبل ما اتكلم نفهم بس الأول الشكل زي ما كان. اوكي مظبوط. هاجي في صفحة ال HTML، أنا عندي باراجراف هنا وكاتب عليه this paragraph is the first مثلا of body، هعمل div تمام، وهكتب عليه ايه this div is مثلا the first div type of body. هنا مين هنا الطفل للبودي؟ اول طفل الباراجراف. طيب لو انا حبيت احدد له، لو انا حبيت احدد له يعني عنصر معين من نوعه واقول له اول نوع، يعني اقول له اول نوع طفل من نوعه للصفحة دي للأب ده، هنشوف حالا في الكود. لو انا جيت هنا هخلي الباراجراف تحت الديف بالشكل ده، وهاجي في الكود هكتب نفس البي زي ما هي، وهكتب first of type وهعمل نفس اللي انا عامله بالظبط. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. اول حاجة هحط هنا div وهكتب عليه برضو نفس المكتوب هنا، لكن بدل type body هكتب div، ان هو اول عنصر، اول طفل div من الديف الاصلي. يعني ده اول طفل هو عندي لكنه مش باراجراف، هو div. طيب انا هنا قلت له first of type، يعني اول بي، اول نوع عنصر بي باراجراف اللي انا محدده في الاول ده، احط له بوردر لسي، احط له بوردر لي اول عنصر عندي باراجراف من الصفحه، انا محدد له كده من الصفحه كلها كامله. اول عنصر باراجراف عندي هنا فين اهو، يعني هو ملوش علاقه بالديف. انا هنا ماليش علاقه بالديف لاني ما حددتش الديف، قلت له بس اول عنصر. طيب اوكي هنعمل ريلود ونشوف. الديف هنا هو فوتهولي لانه مش اول نوع، مش اول نوع بيقابله اهو الديف اهو وهنا اهو. طيب انا عايز اسال سؤال، هو انا ليه ايه الفرق يعني لما اكتب first of type؟ يعني طب لو انا كتبت first child طيب هيحصل ايه؟ اهو انا هكتب first child ونعمل ريلود، ايه اللي حصل هنا؟ ولا واحد فيهم اتنسق. ليه ولا واحد فيهم اتنسق؟ تعالوا نشوف. هنا مين اول عنصر في البودي هنا؟ الديف، يعني مش الباراجراف. طيب وانا قايل له بي، انا قلت له عايز البي، قلت له عايز بي فيرست تشايلد اول بي. طب هو ما لقاش اول بي هنا، لقى ديف ما لقاش بي، فمش هينسقها. ندخل على الديف اللي بعده، قلت له عايز اول بي انا. طب اول بي، البي هنا، البي هنا مش اول، مش اول طفل في الصفحه، مش اول طفل في الاب ده، اول طفل في الاب ده الديف، فمش هيلاقي اول طفل بي فمش هينسقه. طب لو شلت الديف ده وخليت البي اول طفل، اول طفل اهو هيحصل ايه؟ هينسقه اهو. طب هو ليه هنا ما نسقوش؟ لانه ما لقاهوش اول واحد بالظبط كده. لكن لما اجي اقول له first of type زي ما كانت مكتوبه first of type، فبقول له اول طفل من النوع ده، يعني اول طفل من النوع البي. طيب هيجي هو الجي كويري تبحث في الصفحه تدور مين اول ديف، مين اول طفل الديف. طيب اصل انا قلت له اول طفل نوعه بي، فهيعدي ده ويجي هنا اول طفل نوعه بي اهو، هيروح منسقهولي زي بالظبط ما حصل اهو بالظبط. دخل على الديف اللي بعده لقى اول طفل ديف ملوش علاقه بيه، هو عايز اول طفل ينطبق عليه ان هو باراجراف اهو، باراجراف اهو اول طفل. طيب لو انا عندي هنا هكرر الديف ده وهعمل بعديه ايه سايد مثلا ايا كان، ايه هي العناصر اللي جوه، وهعمل بعديه سبان اي حاجه، اي عناصر هنا احطها او سيكشن مثلا. طبعا كل ده كتستنج يعني، وهحط انا هنا شويه تنسيق عشان كله يتعمل له بادنج. عندي بادنج وديف اي سايد مثلا، وعندي اخر حاجه سيكشن بحيث يعمل لهم كلهم بادنج. طيب اوكي شايفين ايه اللي حصل عندي؟
هنا اول واحد، اول باراجراف لقاه في البودي عمل له تنسيق اهو، اول باراجراف لقاه في البودي، مع انه مش اول طفل، في طفل قبليه بس انا حددت له فيرست اوف تايب، اول باراجراف نو اول طفل نوع وباراجراف نسقهولي. طب ندخل على اللي بعده، الديف ده بيرنت، قلت له اول اول طفل عندك نوع وباراجراف نسقهولي، عدى واحد اتنين تلاتة اربعة ما لقاش فيهم باراجراف، الخامس لقى باراجراف اللي هو اول طفل، راح منسقهولي زي ما انتم شايفين اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة وادي الخامس اهو نسقهولي. ده بالنسبة لفيرست اوف تايب، طبعا واضحة ومفيهاش كلام وسهلة جدا يعني. طيب ايه اللي عكسها؟ عكسها تماما، مش هنبعد بعيد، لاست اوف تايب، اخر طفل من نوعه، ونعمل ريلود هنا من غير ما نعدل ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل هنا في ال HTML. اخر عنصر في الصفحة عندك نوعه باراجراف، فين اخر عنصر عندي هنا نوعه باراجراف؟ اهو باراجراف اهو، اخر عنصر في الاب اللي هو البودي. طيب نيجي هنا، مين اخر باراجراف عندك؟ اخر طفل اهو. طب تعالوا نحط بعديه دفين عشان هو ما يبقاش اخر عنصر، في العادي هو كده الباراجراف ده مش اخر عنصر، بعديه عنصرين هم، بس انا قلت له عايز اخر عنصر نوعه باراجراف. تعالوا نعمل ريلود اهو، اخر عنصرين هم ملوش علاقه بيهم، واخر عنصر باراجراف نسقهولي وحط لي التنسيق بتاعه. ده الفرق بين، ده الفرق بين ان انا اقول له last child وان انا اقول له last of type. طب تعالوا لو عملت هنا كتجربه last child هيحصل ايه؟ ريلود، نسق لي last child باراجراف last child، ادي باراجراف اهو نسقه لي لانه اخر عنصر. طب نيجي للديف، الديف مين اخر عنصر فيه؟ اخر عنصر فيه ديف. طب فين الباراجراف؟ اهو راح للباراجراف لقاه مش اخر عنصر، ينفع ينسقه؟ لا، لان انت قلت له انا عايز يكون اخر عنصر، اهو انا قايل له بي نقطتين لاست تشايلد. طب راح هنا لقى ان اللاست تشايلد ديف مش بي، طب تعالوا نكتب له ديف، ديف نقطتين لاست تشايلد مثلا، ريلود اهو، اهو نسق لي الديف اهو لانه لقاه اخر عنصر، انطبق عليه المواصفات اللي انا عايزها ان هو ديف وليه اب، الديف اهو وليه اب واخر عنصر عندي في الصفحه. طب ليه ما نسقش الباراجراف ده؟ لانه هو مفيش ديف هنا، طلبت منه ديف. طب تيجي نحط الديف ده في الاخر خالص، في اخر الصفحه كده، لقى ديف تاني وليه اب، ينطبق عليه ان هو ليه اب واخر عنصر، واعمل ريلود اهو نسقهولي برده. طب لو حطيت الديف ده قبل الباراجراف هل هينسقه؟ لا مش هينسقه، لانه مش اخر عنصر في الاب اللي هو فيه، اهو ما نسقهوليش لان اخر عنصر في الاب هو الباراجراف مش الديف. فكده عرفنا امتى استخدم اللاست اوف تايب مش اللاست تشايلد. هرجع للكود تاني وهعمل لاست اوف تايب. طبعا دول البيس والاساس اللي لو عرفناه اللي بعده كله ان شاء الله هيبقى بسيط وسهل جدا ومفيهوش اي مشكله. نرجع البي تاني، باراجراف لاست اوف تايب زي ما انتم شايفين اهو، باراجراف اخر واحد في الصفحه واخر واحد في الديف، والديفات اللي بعديه ملوش علاقه هو بيها خالص. اوكي، ممكن احنا يا جماعه نعمل حاجه جميله جدا في سي اس اس، ان انا اخلي الديف عشان ما نتلخبطش في الكود، هخلي الديف نفسه ليه بوردر، وليكن البوردر بقى باللون الازرق مش الاحمر، وهخلي الديف والاي سايد كمان ليهم كده، لكن الباراجراف نفسه مش هخليه ليه بوردر عشان افرق بينهم. اوكي مفيش مشكله. عندي هنا لاحظوا معايا ده باراجراف وده باراجراف وده باراجراف وده باراجراف وده باراجراف، اي حاجه متلونه ازرق هنا ديف عشان اقدر افرق بينهم واعرف هو عدل لي ايه بالظبط. طيب اوكي نرجع للكود ونبدا نشوف الخطوه اللي بعدها. طيب الناس اللي اتعمقت في سي اس اتش شويه وتعرف ال ان تي اتش تشايلد هنتكلم عنها دلوقتي هنا، وهنفهم ايه هي ال NTH child. اول حاجة انا لاحظت ان البوردر شكلها وحش صراحة، فهنخليها طبيعية زي ما كانت بالشكل ده، ونبدأ نشوف ايه هي ال NTH child. انا هاجي اكتب هنا NTH dash child وبكتب هنا رقم مثلا زي رقم 2، قلت له ال B NTH child 2 يعني تاني طفل للبيرنت يكون نوعه باراجراف. تعالوا نشوف ريلود، جاب لي تاني طفل اهو. تعالوا نفتح صفحه ال HTML ونفهم،
ال HTML اول عنصر عندي اب هنا اللي هو البودي، جواه عناصر كتير. تاني عنصر اهو ينطبق عليه ان هو باراجراف، وتاني طفل، تاني طفل اهو وباراجراف، وتطبق عليه الموضوع. طب لو انا قلت له تالت عنصر، تعال نشوف تالت عنصر، بدل اتنين هقول له تلاتة واعمل سيف. قبل ما اشوف الشكل، مين هنا تالت، مين هنا تالت طفل؟ ده تالت طفل اللي هو الديف. هل هينطبق عليه ان هو باراجراف؟ مش هيحصل اي حاجة لانه مش باراجراف. طيب لو قلت له اربعة، مين رابع طفل هنا ليه اب وفي نفس الوقت باراجراف؟ اهو ده، ادي طفل، اتنين، تلاتة، اربعة. طيب تعالوا نجرب، هقول له انت اتش تشايلد اربعة، رابع طفل، واعمل ريلود، هيروح ملون لي اخر باراجراف عندي. طيب لو انا جيت جوه الديف، في رابع طفل هنا ينطبق عليه المواصفات؟ تعالوا نشوف، اول طفل، تاني طفل، تالت طفل، رابع طفل سيكشن، مش باراجراف، عشان كده ما وصلوش. خامس طفل باراجراف. طب تعالوا نلغي ديف من دول ونخلي رابع طفل باراجراف، يبقى واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. كده في كام طفل هنا ينطبق عليه المواصفات؟ تعالوا نشوف، البودي جواه اربع اطفال، ادي اول طفل، ادي تاني طفل، ادي تالت طفل، ادي رابع طفل، باراجراف وينطبق عليه المواصفات فهيلونه. حلو. طب الديف نفسه ده اب، اوكي، تعالوا نشوف، اول طفل، تاني طفل، تالت طفل، رابع طفل برضه باراجراف، كده هيلون لي ده كمان معاه. تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط، نعمل ريلود، زي ما انتم شايفين لونه لي اهو، اول ديف، تاني ديف، تالت ديف، رابع عنصر عنده طفل يعتبر عليه المواصفات كلها باراجراف فلونه لي زي ما انتم شايفين. طيب تعالوا نتاكد برضه من الكلام ده واروح قايل له خامس طفل، نعمل ريلود، حصل ايه؟ لون لي ده. تعالوا نشوف ده فين موقعه في الموضوع، البودي فيه كام عنصر؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، رابع عنصر باراجراف، في خامس؟ مفيش خامس، فمش هيطبق عليه المواصفات اللي احنا عايزينها اللي هي البوردر. طب نيجي للديف، الديف جواه واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ده الخامس اهو، خامس طفل ينطبق عليه ان هو باراجراف، راح ملونهولي. هنروح تعالوا نكتب عليه كلمة I love jQuery عشان نتأكد ان هو وان الشغلنا سليم مفيهوش مشاكل، اهو I love jQuery مظبوط. وطبعا يا جماعة عايز اوريلكم الحاجات المعقدة اللي نقدر نوصل لها في الجQuery زي ما اتفقنا، شايفين فاكرين لما كنا بنكتب تكست مثلا، عشان اوريكم انا اقدر اوصل لفين بالجQuery، يعني اقدر اوصل للمستحيلات، اقدر اجيب اي عنصر تتخيلوه في الدنيا. شوف، اقدر اجيب تشايلد معين واقول له نيكست او بريفيوس او نيكست انتل او اي شيء من الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الدروس اللي فاتت عشان اوصل للعنصر اللي انا عايزه بالظبط واقتنصه 100%. طيب هرجع تاني اهو، وعرفنا يعني ايه ان تي اتش تشايلد، وعرفنا الرقم اللي جوه ده بيعمل ايه عشان اقدر اوصل لعنصر معين. طيب لو عملت يا جماعه ان تي اتش تشايلد 1 اول عنصر مثلا 2 اسف تاني عنصر، وتعالوا نعدل الصفحة بحيث نوصل لتاني عنصر ده، تاني عنصر عندي في الصفحة هنا باراجراف فين؟ أهو. طيب الديف تاني عنصر فيه إيه سايد؟ هنخليه باراجراف هو كمان. أهو باراجراف، وأعمل ريلود، راح منسقهولي، لأنه لقاه ينطبق عليه الموضوع، تاني عنصر وليه أب، تاني طفل لأب وباراجراف، راح منسقهولي. ده بالنسبة لـ NTH child. عكسها على طول NTH last child، نفس اللي احنا عملناه يا جماعة، مش هيختلف، لكن هبدأ من الاخر للاول، هو ده كل اللي هيتم، من الاخر للاول. تعالوا نشوف، من الاخر للاول، ادي باراجراف، اول باراجراف، تاني عنصر عندي ديف مش باراجراف، وتالت عنصر عندي باراجراف اهو، شايفين؟ اوكي، الاول انا هحط ديف هنا عشان الفكرة توصل، وهرجع اكتب هنا رقم تلاتة NTH last child 3، يعني هعد من اول هنا اهو ريلود. تعالوا نشوف ايه اللي حصل بالظبط عندي، اول عنصر عندي من الاخر للاول ايه هو؟ باراجراف، تاني عنصر ديف، تالت عنصر باراجراف، راح ملونه لي اهو. This paragraph is the first child of body، This paragraph is the first child of body، بيعد يا جماعه من الاخر للاول، يعني بيعد من اول هنا، اول طفل، تاني طفل، تالت طفل. طب ندخل جوه الديف، من العد من الاخر الاول، اول طفل، تاني طفل، تالت طفل ديف مش بي. طب تعالوا نلغيه ونخلي تالت طفل باراجراف، بقى اول طفل، تاني طفل، تالت طفل باراجراف، وهكتب عليه
we all love jQuery عشان نتأكد ان هو اللي هينسقه ونعرف ان احنا شغلنا سليم 100%. وتفضلوا نسقوا وكل حاجة تمام، لاني ببدأ من الاخر للاول وبينطبق عليه الموضوع اللي انا عايزه. انطبق عليه ان هو طفل وليه اب والرقم 3 من الاخر، 1 2 3 وهو نوع وباراجراف زي ما اتفقنا، فراح منسقه. طيب تعالوا نشوف لو انا كتبت هنا كلمة div بدل البي، ونشوف قبل ما ادخل على الشكل البريفيو نشوف هيجيب ايه. هو انا قلت له بي، بس هقول له بدل 3 هقول له 2 مش 3، اللي هو عد 2 من الاخر. اوكي، من اول البودي تعالوا نعد. اول طفل اهو، وده تاني طفل ديف اهو، شايفين؟ فهينسق الديف الكبير ده. بعدين جوه الديف نفسه عندي ديف وعندي ديف تاني، ديف اهو تاني طفل برضو ديف، ينطبق عليه الموضوع. تعالوا نعمل ريلود، شايفين؟ عمل للديف الكبير بوردر، والديف الصغير برضو عمل له بوردر اللي هو تاني طفل عندي اهو. وبكده نبقى احنا شغلنا سليم 100%، وعرفنا اللاست تشايلد والفيرست تشايلد، وعرفنا الان تي اتش لاست تشايلد والان تي اتش تشايلد، وعرفنا الارقام اللي جواهم بتعمل ايه وايه الفايده، وان العادي بعد من الاول للاخر، والان تي اتش لاست تشايلد بعد من الاخر للاول، والان تي اتش داش تشايلد بس بعد من الاول للاخر. يعني بدون لاست هعد من الاول للاخر، يعني ان تي اتش تشايلد فقط هعد من هنا. العناصر ماشيه ازاي؟ ان تي اتش داش لاست تشايلد هعد من هنا 1 2 واشوف العناصر ماشيه ازاي. طيب اخر حاجه عندنا هي ال ان تي اتش اوف تايب. اتكلمنا عن التايب واتكلمنا عن ان هو هينطبق عليه الموضوع لو هو النوع اللي انا عايزه، واتكلمنا من شويه في الموضوع الفيرست اوف تايب واللاست اوف تايب. الموضوع لن يختلف هنا ابدا، غير ان احنا هنحدد الطفل بالارقام دي، مش فيرست تشايلد ولاست تشايلد. طيب اوكي، الناس اللي ركزت وفهمت اللي فات صدقوني مش محتاجين حتى ان انا اشرح دي، لكن لازم طبعا اعمل مثال. طيب لما اجي اقول له انا هنا هلغي ده كله وهبدا اكتب الكود انتي اتش اوف تايب، وهعمل قوسين وهكتب رقم 2 مثلا. تعالوا نعمل ريلود، حصل حاجه هنا؟ حصل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. انتي اتش اوف تايب 2، تاني طفل من نوع الباراجراف. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الصفحه. تمام اوكي، نشرح بقى هو ليه عمل كده. ايه الشرط اللي انا اتفقت عليه هنا؟ قلت له ان تي اتش اوف تايب 2، قلت له اول حاجه انا عايز باراجراف ويكون الطفل الثاني من الاب ويكون نوعه باراجراف. طيب تعالوا نروح للصفحه. البودي ده اب صح؟ ينطبق عليه انه في اطفال. تعالوا نشوف الاطفال اللي جواه، 1 2 3 4، لكن انا قلت له ثاني طفل نوعه بي. طيب اول طفل نوعه بي اهو، وتاني طفل نوعه بي اهو، يبقى هينسق لي الدف الباراجراف ده. هكتب على الباراجراف ده كلمه ذات از جود، او هكتب كاستمايز مي. تمام، ندخل على الدف اللي بعده. اول باراجراف عندي اهو نوعه باراجراف، تاني باراجراف عندي اهو تاني طفل، قلت له تاني طفل نوعه باراجراف، لكن هو كان من غير نوع، ده رابع طفل 1 2 3 4، لكن قلت له تاني طفل نوعه باراجراف، يبقى ده اول طفل نوعه باراجراف وده تاني طفل نوعه باراجراف. وهاجي هنا هقول له كاستمايز مي، يبقى هما دول اللي هيتعدل عليهم. تعال نعمل ريلود اهو زي ما انتم شايفين. تاني طفل نوعه باراجراف، واضحه تاني طفل نوعه باراجراف، ادي الكود ان تي اتش اوف تايب، يعني الطفل اللي نوعه باراجراف ده تاني يكون تاني طفل. وهنا في الصفحه تاني طفل باراجراف اهو عندي، وهنا في البودي نفسه 1 2 3 4 اطفال، لكن طفلين بس نوعهم بي وده تاني طفل فيهم. طيب لو جيت قلت له التالت بالشكل ده، قبل ما نشوف الصفحه مين التالت هنا، تعالوا نشوف البودي 1 2 مفيش تالت، فمفيش حاجه هتتنسق. طب ندخل هنا 1 2 3، هينسق لي تالت باراجراف اللي هو اسمه اي لاف جي كويري. اعمل ريلود اي لاف جي كويري زي ما انتم شفتوا نسقها لي كده. الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط، وهنعكس الموضوع هنا. هقول له ان تي اتش لاست اوف تايب لاست اوف تايب، هعمل نفس اللي عملته هنا بس همشي من الاخر للاول زي ما اتفقنا، ما دام لاست همشي من الاخر للاول. هعمل ريلود ونشوف عمل ايه. تمام تعالوا نرجع للصفحه.
همشي من الاخر للاول، ادي واحد باراجراف اول طفل، تاني طفل عندي باراجراف اهو، واكتب عليه كلمه جيكويري بس. طيب ندخل الديف، هفضل ماشي لحد ما الاقي، ادي واحد اهو تمام، ده اول طفل وانا ماشي من ورا، ده تاني طفل وانا ماشي من ورا، هكتب بس جواه كلمه جيكويري فقط واعمل ريلود، هنلاقي ان الاثنين اتنسقوا اهو واهو لاني ماشي العد من ورا. واتمنى ان شاء الله يا جماعه يكون الدرس بسيط ومش معقد عليكم، والسيلكتورز جميله جدا وتقدر توصلنا لابعد درجات الابداع ان شاء الله، واتمنى باذن الله يكون بسيط جدا، واي سؤال او استفسار او شرح تقدروا تسالوني في القناه ان شاء الله. اشوفكم باذن الله في الدرس الجاي وشكرا.